صوتنا الثامن ينطلق أيها الحفل الكريم في هذه اللحظات وبهذه التحديات والإثارة. أسير مع القعدان ومقدمة الشوط والمركز الأول مهاوش عوض بن سلمان الغفيلي يتقدم مع مهاوش على مقدمة الشوط مع المركز الأول مع هذه التحديات والإبداعات والإثارة، بينما المركز الثاني مشعل زاهد بن حمد يتقدم مع المركز الثاني المركز الثالث الوصول من خلال شاهين صالح بن سالم مطرشوم العامري خذ المركز أيضا الثالث في هذه اللحظات، غير على مستوى المركز الثاني المركز الثالث. شوف تابع لي هناك وتقدم من خلال شاهين هادي بن محمد بن كربي العامري خذ المركز الثالث. تابع هذه الشعارات الأخرى التي انضمت في هذا الأوان وفي هذا الأبداع المستمر، لكن بسير على مقدمة الشوط مع المركز الأول مهاوش عوض بن سلمان الغفيلي مع المركز الأول يتقدم في هذه اللحظات. سواها اليوم الليالي فيك يا الغفيلي، سواها الليالي في أحد الأشواط التي مضت في هذه الفترة الصباحية، لكن أجين خيرها في غيرها ما شاء الله. الله، هذه هي العادات، سباقات الهجن سابق ومسبوق، لكن مطرشوم يأتي كذلك في هذا الاندفاع، لكن مرموق مطر بن خويدة مشامس راع مطيلة تانا من الصفوف الخلفية وقدم مرموق بهذا التقدم وبهذا الأبداع، علما لم يذوق طعم الهزيمة. هذا القعود قعود أيضا راع مطيلة. شكرا يا بن خويدة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. مركز ثاني عند مطرشوم، المركز الثالث في الهويمة، المركز الرابع عندك يا الغفيلي يا راعي مديره. يا سلام، هذه هي نتائجنا وهذا هو توقيتنا، دقيقتين و11. تهانينا وناموس ايضا هناك مطر بن خويدة ما شامسي، لكن تحيه راعي مطيله في هذا الصباح وفي هذا اليوم المبروك.